شكرا سيد الرئيس محترم، وشكرا. هذه مناسبة باش نعطيكم باش نخبركم بعض المستجدات في هذا المشروع اللي هو استراتيجي ديال الأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، ومن خلالكم طبعا المجلس موقر. أولا هذا المشروع استراتيجي غنذكر أنه أعطى انطلاقة ديالو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس النيجيري السابق السيد البخاري. هو عامل محفز أولا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي، وأيضا لربط قارتين، قارة إفريقيا وقارة أوروبا. المجموع ديال السعة ديال هذا الأنبوب هو 30 مليار ديال المتر مكعب سنويا تقريبا. إلا كنا كنستهلكوا الغاز الطبيعي بطريقة منتظمة غادي يكون أكثر من 6 المرات الاستهلاك ديال المغرب. الغلاف الاستثماري ديالو أكثر من 25 مليار ديال الدولار الأمريكي. في هذه السنتين 2022-2023 تم توقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم، وعلى مستوى الحكامه والتسيير ديال هذا المشروع غتولى الشركه ديال المشروع لا اس بي في بعد دراسه الجدوى مسؤوليه التمويل والبناء والعمليات المتعلقه بخط هذا الانبوب. تم الانتهاء بمعظم الدراسات ديال الجدوى والدراسات التصميميه الهندسيه اللي بقى دابا اليوم اشتغلنا ايضا على تحديد المسار الامثل للانبوب اللي بقى. كنواصلوا الدراسات التقييميه والميدانيه ودراسه الاثر البيئي والاجتماعي لهذا الانبوب. كيف ما كتعرفوا هذا الانبوب كيتطور بمجموعه من المراحل، ثلاثه المراحل. المرحله الاولى غتكون هي السنغال موريتانيا المغرب. فالسيده نايبه المحترمه هذه فرصه اليوم من خلال جوابكم ان نبين ايضا الدور اللي كيلعبوا الغاز الطبيعي كمحور اساسي في الاستراتيجيه ديال الانتقال الطاقي ديالنا. كما كان التوقيع على بروتوكول ديال اتفاق استراتيجي بين مجموعه ديال الوزارات بما فيها وزاره الداخليه ووزاره الاقتصاد والماليه والوزاره ديالنا باش نطلقوا خريطه الطريق ديال البنيه التحتيه الغازيه. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة.